للحديث أكثر حول الملتقى الإعلامي العربي، يسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو إحدى ضيفات الملتقى الإعلامي، وهي الإعلامية الليبية الأستاذة غالية أبو زعكوك. أهلا بك في بلدك الثاني الكويت. أهلا وسهلا بكم. بداية دعنا نتحدث عن شعار الملتقى الإعلام حياة، طبعا في نسخته 14، كيف كانت مشاركتك في هذا الملتقى؟ طبعا أنا دعيت إلى هذا الملتقى للحضور والمشاركة في فعالياته. سبق وأن شاركت في هذا مثل هذا الملتقى قبل 5 سنوات، تحديدا في عام 2012. كانت المشاركة من باب طبعا التعرف على جوقة من إعلاميين في الوطن العربي لهم باع طويل في المسيرة الإعلامية، وأيضا للتعارف على أو للوقوف عند أسباب التي تواجه أو المعوقات تواجه الوسائل الإعلامية، النجاحات والإخفاقات أيضا. ودار طبعا الملتقى فعالياته خلال يومين، اليوم الأول كان بحضور عدد من الإعلاميات منهم لوجين عمران وعلا الفارس، طبعا بحضور أكيد الملكة أحلام، وفي اليوم الثاني كان يتحدث تحديدا بشكل مهني أكثر، يعني تناول القضايا بشكل دقيق جدا بحضور طبعا وزراء الإعلام، وزير الإعلام الكويتي، وزير الإعلام البحريني، وأيضا وزير الإعلام لسلطنة عمان. نعم سادة غالية، أرحب فيك في الكويت أولا وفي العالم هذا الصباح ثانيا، وأرجع أسألك على الملتقى الإعلامي العربي. كيف رأيت الحوارات اللي جرت داخل هذا الملتقى واللي ساقها كبار الإعلاميات والإعلاميين؟ كيف رأيت أن هذه الحوارات وهذه مثل ما نقول الكلمات تساهم في رسم خطة للإعلام المستقبلي القادم؟ نعم، أولا زينة، هو الملتقى تناول المشاكل التي تواجه الإعلام التلفزيوني والإعلام الورقي. نعم. في ظل صعود طبعا الإعلام الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني. نعم. وتحدث عن أسباب الفشل أو أسباب عدم قدرة الإعلام التلفزيوني الوصول إلى عدد كبير أكثر من الإعلام الاجتماعي والسوشيال ميديا. أيضا تحدثنا في هذا الملتقى عن دور وزارة الإعلام في تنظيم الإعلام، أيضا مدى سقف الحريات الآن الموجودة، وأيضا كثير من الأشياء والزوايا تناولناها فيما يتعلق بالإعلام العربي، أين نحن من القضايا الاجتماعية، من زي ما نقولوا الإضاءات في المجتمع، هل إعلامنا فقط يغطي كل ما هو سلبي، هل يغطي كل ما هو كل المشاكل ويتم حلها، أم فقط يغطي المشكلة بدون وجود آلية حلها؟ ماذا وصلت إليه؟ توصلنا يعني. طيب هو طبعا نحن ما نقدر نقول توصلنا إلى نتيجة معينة. نعم. لكن صار في دائرة حوار، وتحديدا حوار بين إعلاميين أنا نقول عليهم من الدرجة الأولى، وبين إعلاميين شباب لسه كيف شقوا طريقهم إلى الإعلام، أيضا بحضور وزراء تبادلنا الخبرات، كان فيه فرصة للتعارف والتواصل طبعا، لأن الإعلامي دائما بتكلم أنا لازم يكون عنده شبكة تواصل، ولازم أنه هو لا ينقي بنفسه عن سواء الإعلام العربي أو كذا، يشارك وكذا عشان يسقل نفسه ويعرف يعني كيف يشق طريقه إلى الأفضل. بما أنك وصلت إلى التواصل، في ظل العصر الرقمي المتسارع الحالي، ترين هناك في منافسة بين نقول وسائل الإعلام العادية أو الطبيعية أو التقليدية والتواصل الاجتماعي، أم أن يعني نقول لابد أنها تكمل بعضها البعض؟ نعم، هو يوجد تنافس لكن في نفس الإطار، تنافس يصب في نفس الشيء، نقل المعلومة. لكن أنا لو تكلمت تحديدا عن السوشيال ميديا أو الإعلام الاجتماعي، طبعا هو بدون وجود رقابة، بدون وجود هيكلة، يعني هو إعلام مواطن تحديدا، ليس في كل مكان، في بعض الأماكن، في بعض البلدان هناك في تحديد معين يوجد، لكن في ظل وجود حسابات وهمية كذا، فمن الصعب أنك تتحكم أو تنظم في الإعلام الاجتماعي. احنا نشوف في الإعلام الاجتماعي أصبح فوضى وليس حرية الآن، في وسط كل شخص يقدر يتكلم زي ما يحب أو كيف ما يحب بدون رقابة أو بدون محاسبة. نعم. لكن الإعلام التلفزيوني والإعلام الورقي طبعا في وجود هيكلية معينة، زي ما أنتم الآن في قناة عندكم رئيس تحرير، عندكم هيكلية تنظيمية ما تقدروش. نعم. تخرجوا عنها. الإعلام الاجتماعي لا يوجد هذا الشيء. صح. يكملون بعض. يكملون بعض، أنا بشوف إن هم يكملون بعض،
إذا كان من نفس المؤسسة خارجي، لكن فيما يتعلق بي أنا رأيي الشخصي أن الإعلام الاجتماعي لازم يتم تنظيمه وتقنينه. صحيح، ما هو مو من يعني أنا ممكن أختلف معاك في هالنقطة، مو خارجي من مؤسسة واحدة، الإعلام يكون رسمي ومن حكومة، والسوشيال ميديا مفتوحة لكافة للجميع. أطياف المجتمع. خلينا نتكلم ما شاء الله على هالدرع اللي موجود، حصولك على درع من خلال الملتقى الإعلامي العربي. طبعا هذا كان شرف كبير لي، شرف المشاركة زينة، وإني أنا صعدت على الستيج طبعا، وكان في رهبة كبيرة في ظل وجود إعلاميين ما شاء الله من الدرجة الأولى لهم باع طويل في الإعلام. أيضا تم تسليمي هذا الدرع من قبل وزير الإعلام الكويتي وسيد ماضي خميس أمين عام الملتقى، فكان في رهبة يعني، وهذا سبب إعطائي هذا الدرع شكر أو ثناء أو غيره للشباب الإعلامي، أو تشجيع أيضا يعني أكيد طبعا، أولا تشجيع للشباب العربي بصفة عامة، وأنا أمثل طبعا دولة ليبيا. أكيد حياك الله. هي جائزة عبارة عن شنو؟ هي جائزة رمزية لأي إعلامي يحاول أنه هو يشق طريقة بالشكل الصحيح، أو تشجيع لفئة الشباب لإعلامي متميز. والله أتمنى أن أكون متميزة في ليبيا يعني إن شاء الله. خلينا نتكلم يعني بإيجاز ونعطي فكرة للمشاهدين عن تجربتك في الإعلام ولو بإيجاز. زينة، هو تجربتي كانت بمحض صدفة، لم أخطط بتاتا أن أدخل هذا المجال. عقب اندلاع ثورة في ليبيا فكان هنالك روح الحماس تغلبني للقيام بأي شيء ممكن أقوم به يعني. فأتذكر كان في زي الفرصة أني أدخل هذا المجال كفقط مراسلة، شيء بسيط جدا. فتكلمت مع والدي، قلت له أنا نبي ندخل الإعلام، فقال لي أوكي ليش لا يعني. فأنا كنت صعقت يعني، عادي الموضوع بسيط لدرجة هذه، كنت أظنه كبير. فانطلقت بداياتي من 2011 تحديدا شهر مارس من اندلاع الثورة الليبية، وحبيت هالمجال. على فكرة كنت بدرس طب وتركت الطب وتشبثت بالإعلام. نعم نعم. يمكن الحين نظرة المجتمع اختلفت، عشان كذي تلاقين يعني ما في ذاك القيود عند الأهالي، لأن خلاص أصبح الإعلام مهنته لا تختلف عن مهنة المدرس. صحيح. يقوم بال يعني يخدم المجتمع بشكل أفضل. صحيح أكيد. بس نقلة كبيرة يعني من مجال الطب إلى مجال الإعلام. هي صح زي ما قلت، أنا في الأول كانت تجربة حابة نجربها، وأهلي كانوا يتوقعوا أن يتركها يعني، فقط كان في روح الحماس وروح المشاركة في الثورة، لكن وجدت نفسي في هذا الحقل المتعب والشاق والجميل في آن واحد. مجال الطب؟ بحسه، فحبيته واستمرت فيه، وإن شاء الله الواحد يتطلع دائما إلى الأفضل إن شاء الله وإلى الأحسن إن شاء الله. طيب أستاذة غالية، خلينا نتكلم عن القضايا الإعلامية، كيف أصبحت يعني في الوقت الراهن مجال للحوار الاجتماعي؟ القضايا الإعلامية تقصدي أي نوع بالضبط زينة؟ مختلف القضايا الإعلامية الآن، فلنأخذ منها مثلا قضية واحدة وهي قضية الحريات وسقف الحريات. يعني نلاحظ أن مثل هالموضوعات أصبحت الآن تناقش في الكثير من المنتديات، يعني قضايا الإعلام أصبحت تتناقش من مختلف قضايا من مختلف أطياف المجتمع. استوقفتني كلمة قالها وزير الخارجية المغربي السابق الذي حضر في فعاليات الملتقى في يومه الأخير، عندما قال الإبداع سماده الحرية. الإبداع سماده الحرية. صحيح. لكن حرية منظمة، ليست حرية فوضى يعني. نعم. هي الحرية دائما جميلة ولكن لها سقف معين، لأن بين الحرية والفوضى شعرة. صحيح. حرية لا تتعدى على حرية الآخرين. صحيح. نعم. إذن كل الشكر لك أستاذة غالية أبو زعكوك الإعلامية الليبية. لن نختم معك، راح نختم معك، لكن احنا بنستغل فرصة وجودك ويانا في العالم هذا الصباح، فأرجو أن الفقرة الجاية والخبر الجاي يكون عندك أنت والزميلة زينة إن شاء الله. يلا حق أستاذة غالية، إيش رأيك نجرب نكون دويتو على الهواء؟ يلا تفضلي. إذن مشاهدينا ملتقى آخر.